متابعين صفحة اليوفنتوس، معكم دكتورة نور مرشحة طبيبة أسنان. رح نحكي عن موضوع الشخصية المؤثرة أو كيف نحن ممكن نكون إنفلونسر. طبعا هذا المعنى كتير معمم، لأنه قد يحتمل أنك تكون مؤثر بشكل إيجابي أو أنك تكون مؤثر بشكل سلبي، لأنه نحن مثل ما بنعرف أنه الخير والشر موجودين والاثنين في إلهم أتباع، الشيطان نفسه في إله أتباع. فأنت حديثي اليوم أنك مو تكون مؤثر بالمعنى العام، لا، أنك تكون مؤثر بالمعنى الإيجابي اللي يخليك لما أنت تجي يوم من الأيام تقابل الشيء اللي أنت عملته تلاقي عندك أشياء كتير حسنة عم تنذكر فيها والناس عم تتبعك فيها، تترك بصمة، تترك معنى إيجابي في حياتك وبعد مماتك. هذا الشيء مو سهل، لأنه أنت لما تكون عم تترك أحلى معنى عنا بحياتنا نحن الناس المؤمنين، أنه لما بدنا نعمل أي عمل سلبي نحاول أنه ما نظهره للناس أو نستتر، فهذا الشيء بيخلي أنه الناس ما تتبعك، لأنه ممكن أنه هن بيشوفوك مثلا قدوة وتكون أنت عم تعمل غلطة أو شيء معين مو منيح ويتبعوك فيه، فأنت مالك مضطر أنه تجي تواجه أشياء من السلبيات من الناس اللي عم تتبعك فيها، وأنت ممكن عاملها بدون قصد. فالشخص المؤثر كيف ممكن يكون مؤثر وكيف ممكن انه هو ينتبه لكل افعاله اللي عم يعملها ويوجه ويحرض على الشيء الايجابي منه فقط. خلينا نعرف اكثر بالفيديوهات الثانيه. اوقاتكم متابعين صفحه اليوفنتوس، كنا عم نحكي عن موضوع الشخصيه المؤثره. طبعا يؤسفني انه نقول على الشخصيات العامه المشهوره اللي فاضي انا بعتبرها اللي ما عندها اي محتوى عم بتقدمه انه نسميها شخصيات مؤثره. مع الاسف صرنا بزمن انه صرنا نعتبر هدول هن اشخاص مؤثرين لانه عندهم اتباع كتير. اتباعك الكتير ما لهم علاقة بانك انت مؤثر بشكل جيد او لا. الشخص المؤثر هو الشخص اللي له اثر بهذا المجتمع، ولا انه انت تكون عم تعمل سلوكيات تجذب فيها الاخرين بطريقة ما، لا، انك تكون مؤثر يعني انك تكون مبادر، انك تتمتع بالاخلاق الحسنة، انه يكون عندك سرعة البديهة والانصات والفهم، إله كلمة، إله صوت مسموع، إله تأثير بتصرفات الناس والتأثير بإقناعهم إيجابياً وحضهم على أنه يقوموا بالأفعال والسلوكيات الحسنة. أنك تكون مؤثر هذا الشيء ما بيصير بين يوم وليلة، وكلياتنا عنا أغلاط كتير، ولولا ستر الله أنتوا ما كنتوا عم تشوفوا الناس بالجانب الحلو اللي هن عم يحاولوا يظهروا لكم. فحاولوا دايما تاخدوا بحسنات الشخص إيجابياته، والشخص المؤثر اللي قادر عم يوصلكم لكم في كل مجالات حياته، شغلوا عقلكم شوي، خدوا الجانب المنيح منه ولا تطلعوا على الجانب الثاني، أو لا تحاولوا تقلدوه بالأشياء السلبية اللي أنتوا بينكم وبين حالكم بتحسوا أنه يمكن تكون غلط. نحن كلياتنا مليانين عيوب وكلياتنا عنا أغلاط كتير، ولولا ستر الله انتوا ما كنتوا عم تشوفوا الناس بالجانب الحلو اللي هن عم يحاولوا يظهروا لكم. فحاولوا دايما تاخدوا بحسنات الشخص ايجابياته، والشخص المؤثر اللي قادر عم يوصلكم شيء معين يأثر بحياتكم وسلوكياتكم خدوا منه هذا المنحى الايجابي، وما تدوروا ولا تنبشوا على اخطائه ولا تحاولوا تدوروا على عثراته، لانه اكيد رح تلاقوا كتير.